بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فما زلنا بفضل الله وقوته وجوده ورحمته وعطائه ونعمته مع شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: التمتع بخصال الرجولة. قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: تمتع بخصال الرجولة، يعني كن متصفا بصفات الرجولة، من الشجاعة وشدة البأس في الحق، ومكارم الأخلاق، والبذل في سبيل المعروف، حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه: فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق، وتأخذ بناصيته، أي بمقدمة الشعر من الرأس، وتأخذ بناصيته إلى خصومه، أي إلى أعدائه، إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام الذي ذكره الشيخ بكر رحمه الله تعالى، قال العثيمين رحمه الله: هذا الأدب كالتكميل للأول، يعني كالتتميم للأول، فهو يعني كأنه يكمل النقطة السابقة عندما قال الشيخ بكر: تحل بالمروءة، ثم هنا قال: التمتع بخصال الرجال أو الرجولة، فكأن الأمر واحد يعني، أو مكمل للثاني، لا يختلف كثيرا عنه. قال: هذا الأدب كالتكميل للأول، لأن التمتع بخصال الرجولة من المروءة بلا شك، فإن الإنسان إذا نزل نفسه منزلة الرجال الذين هم رجال بمعنى الكلمة، أي هم رجال حقيقيون بمعنى الكلمة، فإنه سوف يتمتع بما ذكره من الشجاعة. وقوله رحمه الله: وشدة البأس في الحق، ومكارم الأخلاق، والبذل في سبيل المعروف، حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني حتى لا يهم أحد بأن يسبقك بما أنت عليه. يعني معنى الكلام أيها الإخوة الكرام، أن الإنسان إذا أراد أن يحصل خيرا أو يحصل علما أو يطلب شيئا ينفعه، عليه أن يصل إلى أبعد درجة،
بحيث يتعب الرجال خلفه، لأنك إن ذهبت في طريق ستجد الكثير يريدون أن يكونوا خلفك وأن يتبعوا ما أنت عليه وأن يفعلوا مثلك وأن يقتدوا بك، وأنت بعيد بعيد. هذه علامة الهمة العالية وعلامة قوة الجأش كما قال هنا رحمه الله، وعلامة الفطنة وعلامة التشمير والصبر على طلب ما أنت تطلبه، على طلب ما أنت تطلبه. فأنت تضحي بالغالي وبالنفيس وبكل ما هو له قيمة حتى تصل إلى ما تريد. فأنت تضيع، يعني تذهب أو تضيع مالك وتنفقه، ويذهب عمرك ووقتك في طاعة الله، في العلم، في بذل نفسك لإخوانك، في بذل نفسك لإخوانك من المسلمين، حتى تنقطع دونك آمال الرجال، حتى إذا نظر إليك أحدهم وجدك في القمة العالية وفي السماء المضيئة فيقول: هذا بعيد جدا، كيف أصل إليه؟ فعلى الإنسان أن يكون هكذا. على الرجل، أنا لا أتكلم عن الذكور لأن الذكور كثير وأما الرجال فهم قليل، فعلى الرجل، الرجل الذي هو رجل بمعنى الكلمة، أن يسعى وأن يجتهد في حياته حتى يصل إلى درجة عالية بحيث ينظر إليه غيره فيستبعده، يقول إنه أصبح في منزلة لا نستطيع أن نصل إليها. وليس معنى ذلك أنك تفتخر بذلك وأنك تقول: لقد تقدمت على فلان أو علان، أو سبقت فلانا وفلانا أو زيدا وعمرا، هذا ليس بمقصود، هذا رياء وعدم إخلاص لله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود أن تفعل ذلك ابتغاء وجه الله، وأن تجتهد ابتغاء وجه الله، وأن تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ثم تجتهد وتشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، ثم تنطلق في طريقك مسافرا إلى الله ورسوله. فإذا سافرت إلى الله ورسوله، وإذن عليك أن تعد العدة، فإن أي إنسان أراد أن يسافر سفرا بعيدا فعليه أن يستعد لتجهيز حقائب السفر وللتعب والمشقة والنصب الذي سيصيبه. كذلك السفر إلى الله والدار الآخرة، فلا بد أن نفر إلى الله سبحانه وتعالى فرارا يليق بالمسلم الموحد، لأن الفرار نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. الفرار فراران والفرار نوعان: فرار السعداء، والفرار بمعنى الهروب، الهروب، فرار السعداء وفرار الأشقياء. فأما الكافر والعاصي فيهرب من الله ومن طاعاته إلى معصية الله سبحانه وتعالى، وأما المؤمن فيهرب من الله إلى الله، يعلم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، فيعمل ويجتهد ويحرص ويجد ويكد ويبذل نفسه وروحه وحياته. هذا هو الرجل، الرجل
هذا هو الرجل حقا الذي كما قال الشيخ بكر حتى تنقطع دونك آمال الرجال. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حتى لا يهم أحد بأن يسبقك بما أنت عليه من هذه الخصائل. فالشجاعة الإقدام في محل الإقدام، ويلزم أن تسبق برأي وتفكير وحنكة. ولهذا قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل أمان. يعني الرأي الإقدام التقدم الجرأة على فعل الشيء، ليس معنى ذلك يا إخواني أنك تتقدم في أي شيء خطأ أو صواب ثم تقول لا بأس. قال أبو الطيب المتنبي الشاعر الرأي قبل شجاعة الشجعان، نقول هذا الرجل يقول الرأي يعني الحكمة، استخدم الحكمة والعقل أولا ثم تقدم، أو قبل ذلك انظر، عفوا لا نريد أن نقدم العقل على كتاب الله سبحانه وتعالى، انظر إلى دليلك من الكتاب والسنة أولا ثم قدم ما أراده الله ورسوله ثم تقدم خلف مراد الله سبحانه وتعالى وخلف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت قاله أبو الطيب المتنبي في مطلع أي في فاتحة قصيدة له في بدايتها، في مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة عند منصرفه من بلاد الروم. نعم، الرأي قبل شجاعة الشجعان يعني قبل أن تتقدم إلى فعل شيء وهو شيء قوي وشيء مهم شيء خطير، عليك أن تفكر جيدا ماذا ستفعل. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، أي الرأي هو، أي الضمير هنا عائد على الرأي، هو أول. وهي ما معنى وهي؟ الضمير هنا يعود على الشجاعة المؤنثة، وهي أي الشجاعة، وهي المحل الثاني أي هي الشيء الثاني بعد الرأي والتفكير والتدبر. فإذا هما اجتمعا لنفس مرة، لو اجتمعت هاتان الخصلتان في نفس قوية أبية بلغت من العلياء كل أمان، وصلت إلى القمة العالية إذا كانت تعمل بالرأي وبالشجاعة. هذا هو. يقول الشيخ الناصح محمد بن صالح رحمه الله فلا بد من رأي، لأن الإقدام في غير رأي تهور، عدم حكمة، تهور، وتكون نتيجته عكس ما يريده هذا المقدام أي هذا المتقدم الجريء. وكذلك شدة البأس في الحق، شدة البأس في الحق بحيث يكون قويا فيه صابرا على ما يحصل من أذى أو غيره في جانب الحق، كما تعرفون وتعلمون هذا لا يخفى عليكم، كما في ثلاثة الأصول عندما قال ذكر ذلك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على الناس غير هذه السورة لكفتهم لما احتاجوا إلى غيرها. والعلماء يقولون لكفتهم أي
إنها كافية أو لي أو عفوا ليس معنى ذلك أن تكون كافية في الأحكام وفي كل شيء. يعني إذا أردت أن تقرأ دليل الصلاة لا نرجع إلى سورة العصر مثلا، إذا أردت أن تقرأ ما دليل الصيام، ما دليل الحج، ما دليل كذا، ما دليل كذا، ليس ذلك في سورة العصر، وإنما من أدلة أخرى. وإنما المقصود أن هذه السورة مجملة تجمع الدين كله من العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. نعم، مع كلام كثير يأتي في حينه إن شاء الله. وقوله مكارم الأخلاق سبق الكلام عليها، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأنها تشمل كل خلق كريم يحمد الإنسان عليه، فنقول فلان عنده مكارم من الأخلاق، مكارم، فضائل، خصائل، خصال شريفة وعظيمة، يحتوي يعني يقوم أو يتصف بها ذلك الرجل، فهي مكارم. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى دين عظيم. وقوله البذل في سبيل المعروف، البذل في سبيل المعروف يشمل بذل المال، أي إنفاقه وإعطاءه للغير، يشمل بذل المال والجاه، تواضع، والعلم، وكلما يبذل وكلما يبذل للغير. لكن في سبيل المعروف كلما يبذل للغير، يعني المال والحلم والعلم والجاه وكل شيء يبذل، كلما يبذل للغير، كلما تعطيه لغيرك، لكن في سبيل المعروف لابد أن يكون بالمعروف وبالحق وبالإحسان وبالخير. أما البذل في سبيل المنكر فهو منكر، والبذل فيما ليس بمعروف ولا منكر قد يكون من إضاعة المال، من إضاعة الوقت، أو من إضاعة المال. فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى نعمة فعليك أن تستخدمها في طاعته وفي مرضاته، وعليك أن تشكره عليها. ونحن قد تكلمنا قبل عن الشكر، وقلنا له مراتب ثلاث، وقلنا بأن الشكر له هذه المراتب، وهو أن تذكر الله رب العالمين، أن تلهج بالثناء بلسانك بالنعمة ظاهرة، وأن تعترف بها بقلبك باطنا، وأن تصرفها في مرضات المنعم بها والمستيها، أي والمعطي عباده إياها سبحانه جل وعلا. وإذا أعطاك الله شيئا ثم وجدت الكافر أو الفاسق أو العاصي يصر على معصية الله كما هو، فاعلم أنه استدراج له من الله. رجل ترى عنده الأموال والملايين والضياع والعقار والسيارات والطعام والشراب والنساء كل متاع الدنيا عنده، وهو على كفره، وهو على عناده لربه، وهو يحارب الكتاب والسنة، وهو لا يخضع ولا يذل ولا ينحني لله ورسوله طاعة وامتثالا وقولا وعملا، فاعلم أنه استدراج له من الله. هذا مسكين،
هو يظن نفسه شيئا وهو ليس بشيء، هذا استدراج من الله، الله يمهله ويتركه، فإذا أخذه إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. إذا رأيت الله كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يريد ثم يصر العبد على معصيته، فاعلم بأنه استدراج له من الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطيناهم كل شيء. لما عبدوا الله، لما أطاعوا الله، لما أحسنوا، لما تابوا، لا، لما نسوا وأعرضوا وابتعدوا وتركوا الدين وعصوا ربهم أعطاهم الله كل شيء. فاعلم يا أخي الكريم أن الدنيا تأتي للفقير والغني والذليل والحقير والوضيع والشريف، الدنيا تأتي لكل أحد، وأما الدين فلا يأتي إلا لمن أراد الله. كما قال العلماء: إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. الله يعطي الدنيا لمن أحب. أحيانا تجد رجلا مؤمنا صالحا عنده الدنيا كذلك، وأحيانا يعطيها للكافر الفاجر الذي يكفر بالله كل يوم صباح مساء، ومع ذلك عنده الأموال وعنده النقود وهكذا. إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والآخرة إلا لمن أحب. فانتبه من هذه القاعدة جيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يريد ثم يصر العبد على معصيته، فاعلم أنه استدراج له من الله. ثم قرأ قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم، حتى إذا فرحوا، عفوا يا إخواني أكمل الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أي فجأة بدون موعد أخذناهم بغتة، فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: هجر الترفه. وهذه يا إخوة والله مشكلة كبيرة ومعضلة في زماننا، بل هي آثفة الأثافي كما يقول العلماء، بل هي آثفة الأثافي، معضلة كبيرة نراها الآن في زماننا، وهو الترفه، الزيادة الشديدة في التنعم. فإنك ترى الآن الناس يعني يبحثون في زماننا عن الكماليات والتحسينيات، لا يبحثون عن الحاجيات المهمات الضروريات، وهذا مهم جدا. فانتبه للفرق يا أخي الكريم. فإن الناس الآن في زماننا لماذا يغضبون من حكامهم؟ هذا مثال يعني. لماذا يسبون ولاة أمورهم؟ لأجل الدنيا يا صاحبي. لا تصدق أن منهم من يقول: إن الحكم إلا لله. فإذا نظرت إلى حاله كجماعة الإخوان أو كباقي الجماعات، يفعل مثل الكافر في كل شيء،
يلبس لباس الكافر ويأكل طعام الكافر ويشرب شراب الكافر ويمشي في المجتمع كأنه غير مسلم، ثم يقول إن الحكم إلا لله، فلماذا لا تقيم حكم الله على نفسك وعلى بيتك وعلى أسرتك؟ لماذا لا تحجب بيتك؟ ولماذا لا تدعو أهل بيتك إلى طاعة الله وإلى تعليمهم السنة وإلى كذا وكذا؟ لا، ويأخذ الحاكم ذريعة ووسيلة لغرضه الفاسد. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبحان الله العظيم. أهذه الآية نزلت في الحكام فقط؟ فما أدراك أنت أنها نزلت في الحكام فقط؟ ولماذا لا تكون قد نزلت في أي واحد من بني آدم من الناس جميعا؟ يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنت إذا حكمت حكما يخالف حكم الله، ما حكمك عند الله؟ ما حكمك عند الله؟ إذا حكمت بين رجلين، إذا حكمت بين امرأتين، إذا فعلت شيئا خالف حكم الله، فأنت لا تحكم بما أنزل الله. فلماذا لا تنطبق الآية؟ ولماذا تجعلونها في ولاة أمور المسلمين فقط؟ إنه الهوى يا صاح، إنه اتباع الهوى. على كل، لا ندخل في هذا الآن، نرجع إلى موضوعنا إن شاء الله جل وعلا. هجر الترفه، يعني من الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يكون عليها وأن ينتبه لها جيدا، أن يهجر الترفه. لا، قال الشيخ بكر، لا تسترسل في التنعم والرفاهية فإن البذاذة من الإيمان. والله يا إخواني سامحوني، ترى بعضا من الناس يعني عنده من الأموال ما آتاه الله أموالا عظيمة ويستخدمها في السفاسف، في السفاهات، في توافه الأمور. حتى إنني قد أخبرني أحد الإخوة الذين أعرفهم جيدا عن قرب، قال كنت في دولة عربية وكانت هناك مشكلة على بين كبار رجال الأعمال على شراء خط هاتف. تعرفون يا إخوة خط الهاتف الذي تتصل به، كما يقال السيمز هذا، أو كما تقولون. يعني هناك رجال كبار يريدون، رجال أعمال عندهم نقود، كل واحد يريد أن يشتري هذا الشيء، وهذا يرفع الثمن وهذا يرفع الثمن، حتى وصل إلى مليون، إلى مليون بالعملة العربية التي لا أريد أن أذكر اسم الدولة. يعني هنا يساوي في مصر 4 ملايين جنيه مصري أو 5 ملايين جنيه مصري لخط ستضعه في هاتفك وتتصل به، السلام عليكم، وعليكم السلام، هذا فقط. ولكن لأجل أن يقال فلان قد اشترى هذا، فوالله يا أخي عندما سمعت هذا كأن يعني صاعقة نزلت من السماء على رأسي، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من عذابه. لماذا؟ أنت تحزن على ما تراه في بلاد المسلمين، المسلمون مشردون في بلاد الأرض، محاصرون من اليهود من ناحية ومن هنا من ناحية، من كل يعني لا تجد بلدا مسلمة الآن إلا القليل، إلا وتجد فيها الفتن والفساد والشرور وهدم البيوت والديار والقتل والجوع والتشريد والنوم في الشوارع والطرقات. وثم هذا يشتري طعامه، يسكن في دولة عربية ويشتري طعامه من فرنسا ومن إيطاليا بالطائرة تأتيه إلى بيته، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر محزن. كم يتزوج من شباب المسلمين بهذا المال ومن فتيات المسلمين؟ كم يعني يحصن من فرج؟ وكم يعين على الخير
هذا المال، إنه يعين الكثير والكثير والكثير. ولكن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا تزول أو لن تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عليه الصلاة والسلام عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال الشيخ بكر رحمه الله: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. تمعددوا، كان عمر يقول هذا، تمعددوا واخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. الله أكبر. يقول الشيخ ابن عثيمين يشرح هذا الكلام المهم: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغيره، يعني ليس شرطا أن يكون لطالب العلم فقط بل للناس جميعا، لأن الاسترسال والإكثار من ذلك، يعني لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، أي لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، يعني أن يمشي حافيا بدون نعل أحيانا. فالإنسان الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه معاناة الأمور، لأنه قد تأتيه على وجه لا يتمكن معه من الرفاهية. ولنضرب لذلك مثلا بالحديث الذي ذكرناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاحتفاء أحيانا. نجد بعض الناس لا يحتفي، وإنما هو ينتعل دائما، يعني يلبس نعلا في قدميه، حذاء في قدميه دائما. ولو عرض له عارض، يعني لو حصل له شيء وأراد أن يمشي، مثلا دخل في مقبرة أو أراد أن يمشي في مكان ولابد أن يخلع ثوبه، يعني يخلع حذاءه عفوا، لو عرض له عارض وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية للرجل، يعني بدون حذاء، لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة، لا يستطيع سبحان الله، وربما تدمى قدمه، يعني ينزل منها الدم من مماسة الأرض، يعني من ملامسة الأرض. لكن لو عود نفسه على الخشونة، اخشوشنوا، على الخشونة وعلى ترك الترفه دائما، لحصل له خير كثير. إن البدن إذا لم يعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، فتجده يتألم من أي شيء من ذلك. لكن من عنده مناعة لا يهتم به، ولهذا تجد أيدي العمال أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم. سبحان الله، تجد أيدي العمال أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم، لأنها تعودت واعتادت على ذلك. حتى إن بعض العمال إذا صافحته فكأنما مسست حجرا من خشونتها، رحم الله الشيخ. ولو أنه ضم أصابعه على يد غيره لآلمه كثيرا، لأنه اعتاد على ذلك. فترفيه الإنسان نفسه
ضرر كبير. وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين كلام صحيح، وقد ذكر ذلك الكلام نفسه ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ابن قدامة المقدسي رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين. قال حاول، يعني في معنى، أنا لا أذكر الآن كلامه حرفيا، لكن أنقل لكم معنى ما قال رحمه الله. قال عليك أن تتعلم كيف تعيش حياة بسيطة، لا تأتي لأولادك بكل شيء يريدونه، فإذا حصل للإنسان شيء أو مات الوالد أو حصل أمر معين أو افتقرت الأسرة، فإن الولد لا يتحمل، الولد الصغير لا يتحمل المعيشة. وكذلك الزوجة والوالد، على كل إنسان يعني رب لأسرة عليه أن ينفق بما يستطيع ولا يزيد ولا يبخل، يعني لا ينفق ولا يسرف ولا يكون حاله حال المترفين، ولا كذلك يكون حاله حال البخلاء، يعني كذلك البخيل مشكلة، بل هي من أكبر المشاكل، الذي كان يضع في الثلاجة الجبنة ويأتي بقفل من حديد على الثلاجة، فإذا أراد ابنه أن يأكل قال يا بني لابد أن تتعلم قول عمر اخشوشنه فإن النعمة لا تدوم، يقول يا أبي سأقتل من الجوع، سأموت من الجوع، يقول لا تعود، هذا كلام فارغ فاسد، لابد أن يعني تطعم أبنائك بما يكفيهم، ولكن بالتوسط والاعتدال، واضح؟ فالشاهد أن يتوسط الإنسان في حياته كلها، لا يسرف فوق الحاجة ولا يبخل على أهله وعلى أبنائه. نعم، قوله رحمه الله البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة؟ البذاذة عدم التنعم، البذاذة عدم التنعم والترفه. وهناك فرق بين البذاءة والبذاذة، هناك فرق بين البذاءة والبذاذة. فالبذاذة محمودة، يعني عدم التنعم، واضح؟ والبذاءة غير محمودة. رجل بذيء يعني يسب ويشتم ويتكلم، يخرج من لسانه ألفاظا لا تليق، غير لائقة ولا مناسبة، هذا رجل بذيء. أما رجل تقول هذا رجل يحب البذاذة، يعني يحب، لا يعني لا يسترسل مع التنعم والترفه، وإنما يرضى من الدنيا بالقليل. وأنتم تعلمون أثر عمر، يعني إن صح عنه، لما جاء فوجد جاءه الرجل الكافر قال أين أميركم؟ قالوا هو تحت الشجرة، هذا الذي ينام تحت الشجرة، ينام تحت الشجرة، وكان يلبس ثوبا فيه عشرة رقع، عشر رقع يعني خرق مقطعة في ثوبه، وكان يأكل الزيت ويقول لزوجته أين الطعام يا أم فلان؟ تقول ما تحت السرير يا أمير المؤمنين، فينظر فإذا بالزيت والملح أو الخل، ثم يأكل ومع خبز يابس، ثم يأكل ويقول الحمد لله، ويل لمن تدخله بطنه النار، يعني الذي يدخل بسبب بطنه وطعامه وشرابه النار ويل له شديد. كيف يدخل النار لأجل بطنه؟ أي طعام ستأكله بعد قليل يذهب من بطنك وتنتهي الأمور، أي طعام ستأكله سيكفي، فلماذا المبالغة ولماذا الإسراف فوق العادة؟ هذا كله تحتاجه في شراء كتاب، في منفعة أخرى، في مساعدة فقير، في إطعام مسكين. فإن بعض الناس أحيانا إذا أكل وجبة الغداء تكفي 100، يعني بعض الناس فعلا بدون مبالغة، بعض الناس إذا أكل يشتري طعاما يكفي 10 وهو سيأكل وحده، وبعضهم يشتري طعاما يكفي 100 وهو سيأكل مع أسرة صغيرة، وبعضهم وبعضهم وبعضهم.
فلماذا هذا الإسراف أيها المسلمون؟ قوله: وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم. هذه جملة تحذيرية، في لغة العرب جمل تحذيرية وجمل إغرائية، فإن وردت في مطلوب فهي إغراء، يعني حث. الإغراء الحث إلى أمر جميل، إلى أمر طيب، واضح؟ فقال: فإن وردت في مطلوب فهي إغراء، وإن وردت في محظور فهي تحذير. ومثاله: لو قلت لشخص الأسد الأسد، ها، هذه جملة تحذيرية أو جملة إغرائية؟ هذه جملة تحذيرية، يعني احذر الأسد احذر الأسد، انتبه الأسد انتبه الأسد، هكذا تحذير تخويف. أما الثانية: ولو قلت الغزال الغزالة، يعني هناك غزال، اللهم بارك، نريد أن نأخذه فنذبحه ونأكل منه وهكذا، الغزال الغزالة، فهذا إغراء. أما إيا فهي للتحذير، للتحذير. ولذلك قال عمر: إيا إياكم والتنعم. قال ابن مالك: إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. نعم، وإياكم يعني أحذركم، والتنعم الواو للعطف، وقيل للمعية، والمعنى: أحذركم أن تكونوا مع التنعم. والتنعم يكون باللباس والبدن وكل شيء وكل شيء، والمراد بذلك كثرته، كثرته، لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة بلا شك، يعني بلا إسراف، هذه نعم من الله، اشتري، كل، اشرب، لكن بلا إسراف. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم. وقوله: وزي العجم، يعني وإياكم والتنعم وزي العجم. زي العجم أي شكله، سواء أكان ذلك بالحلية كشكل شعر الرأس واللحية أو ما أشبه ذلك، أو كان باللباس، يعني التحلي بالتحلي باللباس، فإننا منهيون عن زي العجم، وهو موجود الآن في هذا الزمن، فهم يترقبون، يعني ينتظرون، يترقبون كل جديد يخرج حتى يقلدوه. وقد أتعبت النساء رجالها، أي والله، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد أتعبت النساء رجالها، كل مرأة كل دقيقة: اليوم وجدت ثوبا جديدا أول مرة يخرج، هذه الموضة، وهذا كذا وهذا كذا، وهذه لبسته الفنانة فلانة المشهورة، فلانة المشهورة، أريد أن ألبس مثله، وهذه اشتريت صديقتي تلبس. طيب صديقتك غنية عندها مال، لابد أن يأتي زوجها الفقير بحذاء لها. طيب رأيت أختي متزوجة بفلان، اشترت اليوم خاتم ذهب أو خاتما من ذهب، ولماذا لا تشتري لي يا زوجي؟ ما عندي نقود الآن، ولا وهي، هل أختي أفضل مني؟ وهل فلانة أحسن مني؟ وهل كذا؟ وأنا الآن ظهرت الآن أنت لا تحبني؟ وتدخلك النساء في أمور عجيبة. وقد أتعبت النساء رجالها في هذا الباب، تأتي أول النهار بلباس من أحسن الألبسة، نظيف وساتر وواسع، ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار، وإذا بملابس جديدة نزلت الأسواق، فتصيح: أريد أن أشتري هذا الثوب، مع أنه أضيق من الأول وأسوأ من الأول وأردأ من الأول، ولأنه جديد لابد أن تأخذه.
خصوصا من من الله عليها بالمال، يعني من كان عندها مال، وهذا غلط. ولهذا كثرت الآن بين أيدي النساء مجلات تسمى البردة، تأخذها المرأة وتنظر ما يروي، أي ما يعجبها وما تحبه، حتى وإن كان لباسا لا يتناسب مع اللباس الشرعي لكنه جديد. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبل أن يموت، يعني رحمه الله لو جاء ابن عثيمين في زماننا وسمع الحكايات التي يعني يريدنها النساء من أزواجهن لكان له كلام آخر أشد وأقوى، رحمه الله رحمة واسعة. فأنتم تعلمون أيها الإخوة الكرام أن الملكة الأندلسية المعتمدة بن عباد كان متزوجا بامرأة خادمة، يعني نختم بهذه القصة. كان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية وملك ملك إشبيلية، وكان ملكا في الأندلس في أسبانيا والبرتغال. وهذا الرجل أحب امرأة على شاطئ البحر، وجد امرأة على شاطئ النهر تغسل الثياب، وكانت مليحة الوجه جميلة جدا، وكان اسمها اعتماد، فأحبها وقال لها يعني أين تعملين؟ قالت أنا في بيت فلان الرميك بن الحجاج، فقال أعتقك منه وأتزوجك. سبحان الله، أحبها حتى لدرجة أنه قال لست جارية ولا خادمة بل أنت زوجتي أم الربيع، فتزوجها وأصبحت ملكة القصر وملكة أسبانيا كما يقال. حصلت مشكلة كبيرة في آخر حياة المعتمد بن عباد لا نستطيع أن نذكرها الآن لأن الوقت يعني قصير والقصة طويلة جدا. الشاهد من الكلام أن القائد المجاهد يوسف ابن تاشفين رحمه الله، البطل العظيم الذي فتح وأدخل الإسلام في أكثر من 20 دولة في إفريقيا رحمه الله وما حولها، سجن المعتمد بن عباد. كيف يسجن الملك؟ نعم، حصلت مشكلة واتصل المعتمد بن عباد بألفونسو وبالكفار لكي يعينوه. فلما علم يوسف ابن تاشفين فدخل إلى الأندلس وأخذ الحكم من الحكام الضعفاء وأقام دولة المرابطين، الدولة السلفية السنية القوية، وجعلها في الأندلس. وأخذ المعتمد بن عباد إلى بلاد المغرب في مراكش في قرية اسمها أغمات، ووضعه في السجن في بيت يعني لا يصلح للبقر والجاموس، لا يصلح للدواب أن يعيشوا في هذا البيت، ولكن شدد عليه جدا لأنه اتصل بالنصارى وأراد أن يستعين بالنصارى على المسلمين والعياذ بالله، فشدد عليه. فضاقت حال المعتمد جدا جدا جدا، فجاءت في يوم من الأيام فقالت له زوجته والله ما رأيت منك خيرا قط. فماذا قال لها المعتمد بن عباد؟ قال ولا يوم الطين، ولا يوم الطين ما رأيت مني خيرا قط. سبحان الله، ولا يوم الطين يا اعتماد. فانتبهت لذلك. ما هو يوم الطين؟ كانت في قصره وهو في أسبانيا في بلاد الأندلس يجلس، وكان يسكن في قصر له 100 غرفة، ليس غرفة أو غرفتان أو 3 أو 4، 100 غرفة في القصر. هذا قصر واحد من مئات القصور له. سبحان الله. فكان قالت له زوجته في يوم من الأيام يا سيدي أريد أن أنزل في الطين. قال أنا في الطين؟ سبحان الله، أنت زوجة ملك، زوجة المعتمد ابن عباد ملك ملوك إشبيلية، تضعين قدميك في الطين وفي التراب وفي القذارة؟ قالت والله أنا أشتاق إلى ذلك كما كنت أفعل من قبل،
أريد أن أنزل في الطين وأن أتمرغ في التراب والوحل. وكان يحبها. قال حسنا، أخرج كل من في القصر واشترى المسك والكافور والطيب وكل أنواع الطيب الجميلة من بلاد الأرض، جمعها وسكبها في الأرض مثل الماء، رشها في الأرض هكذا والله المستعان، حتى فعل في ساحة القصر مكانا كبيرا كله مخلوط بالمسك والزعفران والطيب الأصيل. ثم قال لزوجته وبناته: انزلنا في الطين وتمرغنا كما تردنا. فنزلنا في الطين وتمرغنا في الطين، سعدوا جميعا، الأسرة سعدوا جدا بهذا اليوم. وقالت: لا أدري كيف أشكرك يا سيدي، ولا أدري كذا. ومن كثرة حبها يضع لها المسك تحت الأرض، ثم كأنه الطين، كم أنفق في هذا اليوم وكم فعل وفعل. ثم على مشكلة يسيرة جدا معه في بلاد المغرب بعدما سجن، كانت معه في بيت مثل السجن الصغير، فقالت له، بدأ يقول لها: أنا يا اعتماد فعلت لك كذا وكذا، أنا فعلت. قالت: لا تقل هذا، فوالله ما رأيت منك يوما حسنا. قال: ولا يوم الطين يا اعتماد. فالله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يهدي نساءنا، وأن يربي لنا بناتنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يغفر ذنوبنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. ونكمل إن شاء الله عز وجل درسنا القادم عند كلام الشيخ ابن عثيمين، وهو يفصل في مسألة الملابس. نرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.